السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي. اليوم وصلت معكم الحصة السادسة، الشمس والحياة على سطح الأرض، ضمن الوحدة السادسة، الشمس من حولنا، لو سولي اوتور دو نو، دونك لو سولي اي لا في سور تير، الشمس والحياة على سطح الأرض. إذا في هذا الدرس هذا غادي يكون الهدف هو التعرف أو التوضيح بأن تموقع الأرض على مسافة معينة من الشمس هو أحد أسرار وجود الحياة على سطحها، يعني السبب ديال وجود الحياة على سطح الأرض. إذا كما عودتكم دائما كنبداو بصورة الانطلاق وكذلك بهذه الوضعية اللي كاينة في ألاحظ. إذا كتبين بأنه هناك بقرة تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض. بالنسبة للوضعية، شاهد مراد رفقة والديه شريطا وثائقيا حول دور الشمس في حياة الكائنات الحية على سطح الأرض، وسألهما عن إمكانية حياتها على سطح كوكب أو كواكب أخرى. إذا هذا مراد شاهد رفقة والديه، يعني رفقة الوالدين ديالو، واحد الشريط وثائقي، يعني واحد البرنامج وثائقي حول الشمس أو لا حول دور الشمس في الحياة ديال الكائنات الحية على سطح الأرض. أيوا، وسأل الوالدين ديالو عن إمكانية حياتها، يعني الإمكانية ديال الحياة على سطح كواكب أخرى، واش يمكننا نعيشو على سطح كواكب أخرى. إذا في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مناسب مع هذا الوضعية؟ إذا سؤال التقصي هو كالتالي، غادي نكتبوه كما عودتكم هنايا في ورقة مستقلة. سؤال تقصي الفرضيات، إذا الوحدة السادسة الشمس من حولنا، الحصة السادسة الشمس والحياة على سطح الأرض، لو سولي إي لا في سور تير، صفحة 76 من هذا الكتاب المدرسي. مزيان، إذا سؤال تقصي وهو ما دور الشمس في الحياة على سطح الأرض؟ إذا ما دور الشمس، شنو هو الدور ديال الشمس في الحياة، في الحياة على سطح الأرض؟ نعم، إذا شنو هو الدور ديال الشمس في الحياة على سطح الأرض؟ يعني يتجلى. إذا بالنسبة للفرضيات، أفترض أنها تساهم، في ماذا؟ أفترض أنها تساهم في تموقعها بالنسبة للأرض في استمرار الحياة على سطح الأرض، صافي، استمرار الحياة على سطح الأرض. إذا أفترض أنها تساهم، يعني الشمس كتساهم في التموقع ديالها بالنسبة للأرض، في استمرار، يعني التموقع ديال الشمس بالنسبة للأرض هو اللي كيساهم في الاستمرار ديال الحياة على سطح الأرض، صافي. مزيان، الافتراض الموالي، أفترض أن المسافة الفاصلة بين الشمس، إذا الفصل المسافة اللي كاينة ما بين الشمس والأرض، نعم، تجعل الأرض هي اللي كتجعل ديك المسافة اللي كاينة ما بين الأرض والشمس، هي اللي كتجعل الأرض في درجة حرارة معتدلة مقارنة بالكواكب الأخرى، صافي. إلا جينا نقارنها بالكواكب الأخرى، إذا الافتراض الثاني كيقول بأن المسافة الفاصلة ما بين الشمس والأرض، ديك المسافة الفاصلة هي اللي كتجعل الأرض في واحد الدرجة ديال الحرارة معتدلة، ما هي بزاف ما هي شوية، اللي كتخلي الإنسان أنه يعيش فيها ولا الكائنات الحية أنها تكون عايشة بكل بساطة، مقارنة بالكواكب الأخرى، لأنه الكواكب الأخرى كما كنعرفوا كاين اللي قريب من الشمس بزاف، يعني كاين درجة حرارة كبيرة، كاين اللي فيه الجاذبية، كاين اللي ما يمكنش العيش فيه. مزيان، إذا اللي كنتحقق من هذه الفرضيات واش هي صحيحة ولا خاطئة، غادي ندوزو لأتحقق. إذا أتحقق، جو فيغيفي، أقرأ الجدول وأتمم الجمل باستعمال الكلمات التالية: الأرض درجة حرارة منخفضة، المعتدلة ارتفاع. إذا هنا عندي اسم الكوكب، الزهرة، الأرض، المريخ، بعدها عن الشمس بالكيلومتر، إذا الزهرة يبعد ب 108 مليون كيلومتر عن الشمس، الأرض تبعد ب 150 مليون، المريخ يبعد ب 228 مليون. معدل درجة حرارة على سطح الكوكب بالنسبة للزهرة 462 دوغري سيليسيوس،
بالنسبة للأرض 15 دوغري سيليسيوس، بالنسبة للمريخ 63 درجة دوغري سيليسيوس تحت الصفر. إذا من أهم العوامل التي تميز كوكب الأرض عن سائر الكواكب الأخرى المسافة المعتدلة، المسافة المعتدلة التي تفصل بينه وبين الشمس. نعم، المعتدلة، المعتدلة، صافي. إذا المسافة هي معتدلة اللي كتفصل ما بين كوكب الأرض والشمس، وتعتبر هذه المسافة من أسباب استمرار حياة جميع الكائنات الحية الموجودة على مدى على الأرض. نعم، إذا هذه المسافة الفاصلة هي اللي كتخلي استمرار ديال الحياة جميع الكائنات الحية الموجودة على الأرض. تستحيل الحياة على سطح الكواكب الأكثر قربا من الشمس كالزهرة. إذا بالنسبة للزهرة قريب على الشمس بزاف، وبالتالي تستحيل الحياة عليه. بسبب ماذا؟ بسبب ارتفاع درجة حرارته. نعم، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في هذا الكوكب. تستحيل الحياة على سطح الكواكب الأكثر بعدا عن الشمس كالمريخ، لأن يعني المريخ كيبعد بزاف على الشمس كما شفنا هنايا، 228 مليون كيلومتر بعده عن الشمس، وبالتالي تستحيل الحياة عليه أو على سطحه. والتي تتسم الحياة على كوكب المريخ تتسم بدرجة حرارة جد جد منخفضة. نعم، منخفضة. لماذا؟ لأنه كما شفتوا هنايا معدل درجة الحرارة على سطح الكوكب 63 درجة دوغري سيليسيوس تحت الصفر، يعني كاين واحد درجة الحرارة منخفضة جدا. إذا تتعلق درجة الحرارة، إذا درجة الحرارة اللي بقات لي درجة الحرارة، الحرارة، إذا درجة ديال الحرارة كتعلق، نعم، تتعلق درجة حرارة على سطح كوكب بموقعه وبغلافه الجوي. إذا درجة ديال الحرارة ديال كل كوكب كتعلق بالموقع ديالو بالنسبة للشمس وكذلك بغلافه الجوي، صافي. نعم، دابا غادي ندوزو لأستخلص وغادي نكتب معكم الملخص هنايا في الورقة دائما. إذا أستخلص غادي نكتبو المسافة الفاصلة. إذا تعرفنا في الدرس على المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض هي اللي كتجعل درجة ديال الحرارة ديال الأرض معتدلة، ومما يساهم في استمرار الحياة على سطح الأرض. إذا المسافة الفاصلة بين الشمس، بين الشمس والأرض تجعل درجة حرارة الأرض معتدلة. إذن درجة ديال الحرارة ديال الأرض هي معتدلة، نعم، مما يساهم درجة الحرارة كتساهم أو درجة الحرارة المعتدلة تساهم في استمرار الحياة على سطحها، في استمرار الحياة على سطحها. إذن المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض تجعل درجة الحرارة أو درجة حرارة الأرض معتدلة، مما يساهم في استمرار الحياة على سطحها. وهذا هو الملخص اللي وصلنا له في هذا الدرس هذا. دابا غادي ندوزو باش نطبقوا داكشي اللي تعلمنا في هذا الدرس هذا في اطبق، ركن اطبق. اذا اطبق، جابليك، جو لي لو تيكست اي جو ريبون ا لا كيستيون. اذا عندنا هنايا واحد لو تيكست غادي نقراوه وغادي نجاوبوا على هاد لا كيستيون هادي. La modération de la température et le chauffage de la surface de la Terre ne sont pas importants seulement pour les êtres humains. اذا الاعتدال ديال الحرارة أو درجة الحرارة والتدفئة ديال الأرض ماشي مهمة فقط بالنسبة للإنسان، mais ils sont aussi nécessaires pour les animaux et les plantes، ولكن هما ضروريين بالنسبة للحيوانات وبالنسبة للي بلونت، يعني بالنسبة للنباتات. L'être humain a besoin des animaux et des plantes. الكائن الحي هو في حاجة للحيوانات وللنباتات، car ils sont ses principales sources de nourriture. حيتاش هما المصادر الأساسية ديال التغذية ديالو. مزيان. La question est la suivante. Suivez avec moi. Pourquoi la modération de la température est-elle importante pour les plantes? علاش هاد الاعتدال ديال الحرارة هي مهمة بالنسبة للنباتات؟ دونك elle est importante pour les plantes، هي مهمة بالنسبة للنباتات، car les plantes حيتاش النباتات restent en vie. اش النباتات كيبقاو، باش كيبقاو النباتات على قيد الحياه، لانه كل ما ارتفعت، الى ارتفعت التمبيراتور مثلا، ارتفعت درجه الحراره، اش غيوقع النباتات؟ لا مور، يعني النباتات غادي يموتوا الى انخفضت درجه الحراره.
تمبيراتور. نفس الشيء عاوتاني، النباتات غادي يموتوا، واذا الاعتدال ديال درجة الحرارة هو مهم بزاف بالنسبة للنباتات. لا دوزيام كيستيون، اذكروا سببين لاستحالة الحياة على سطح كوكب المريخ. اذا غنذكروا جوج ديال الاسباب اللي كيخليو كوكب المريخ صعيب انك تعيش فيه، او لو مستحيل تكون الحياة قائمة على كوكب المريخ. اذا تعرفنا الفوق بانه كاينه درجة حرارة منخفضة جدا. اذا درجة حرارة، نعم درجة حرارة منخفضة او جد منخفضة، إذن درجة ديال الحرارة جد منخفضة، وكذلك عدم وجود غلاف جوي. إذن في المريخ ما كاينش غلاف جوي. كذلك الجاذبية المرتفعة، كاينه جاذبية مرتفعة، فهمنا؟ إذن هادو هما ثلاثة ديال الأسباب. إذن قالوا لنا فقط ذكروا سببين، أنا ذكرت لكم هنا ثلاثة ديال الأسباب كيجعلوا الحياة على سطح الأرض، أو عفوا سطح المريخ، مستحيلة جدا. اذا وهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحه 76 من كتاب المتعلم والمتعلمه، اللي كيخص المستوى الخامس ابتدائي من هل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.